توقف والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي خلال زيارته لمناطق الظل ببلدية تشطيب التي تبعد عن عاصمة الولاية عنابة ب70 كيلومتر على انشغالات مواطني الولاية والمتمثلة في غياب التهيئة الحضرية وانعدام المرافق العمومية والرياضية وكذا شح نافذات المنازل من الماء الشروب وعدم ربط منازل المواطنين بشبكة الكهرباء بالإضافة إلى تردي خدمة الإنترنت واهتراء الطريق الذي يربط قرية زقاع النائية بمقاربة بلدية الشطيب. المزيد من التفاصيل في تغطية جمال لتيم. أول مرة زرنا الكاميرا هنا عندنا ثاني الكليرات كاين تريسيتي لداخل في الديار ما عندهمش الناس الساكنة 2004 ما عندهمش تريسيتي ما خدمهمش الكاز ما خدمهمش بالنسبة للماء تاع الشراب تجينا مرة في السمانة يجينا يعطيهم هذيك الساعة هذيك ولا واش كان. أول زيارة للسيد الوالي المبرمج الشطيبي أول محطة حط فيها هو زقاع وبالتحديد ملعب زقاع ليومنا هذا كيما خلاه كون يرجع غدو يلقاه كيما هو استاد الاخر ما عدناش دار شباب نلعبوا ما عدناش محرومين من كلش استاد الاخر عطانا مليار و400 ما حبش يخدموا هنا قال نلعبوا في الحجر ابسط حاجه درالي صغار واحد منهم طاح تضرب رجليه تكسرت في حجر ما عدنا والو قالوا لنا نديروا لكم هنا ما عطيكو 4 سنين ما عطيكو ما كانش كون نسمعوا فيها برك ما كانش الريزو موبيليز ما كانش بورتابلات نشرب بزوز ملايين 3 ملايين وما نكسروا ما عدناش حتى نهضروا بهم ما كانش نهضروا للشطيب باش نشوف الفيسبوك ونشوف وقت ما عدنا والو 7 كيلو نهضوا على رجلينا باش نشوفوا فيسبوك ما عدنا والو سيدي الوالي الطريق ابسط حاجه نشوفوا في رودار يطلعنا مش طيب لهنا يقول لك طريق فاسده ما يحبش يطلعنا ما عدنا والو محرومين من كلش الضو الاخر برك محرومين في الليل نخرج نخافوا من الحيوانات خافوا من كلش كمان هما لي جون تاعنا تاع زكا ما كانش اي مرفق من المرافق اللي يحتضن تفضلت سيد الرئيس وعطيتونا ملعب تفضلت بارك الله فيكم واول مره تجينا المبادره تاع الملعب ولكن وين هو الملعب هذا يبدو انه ابعد دراسه مسجله سويت للدراسه حنا نديروا ننجو للدراسه مسجله كي تخي كامل الدراسه نديروا اللي نجاش الله هذا ربي مره متواجدين ببلد الشطيبي حيث زرنا مناطق الظل تاعها البلديه استفادت من 78 عمليه وواجهها تقريبا قال في مالي قدره 200 مليار كما لاحظتم معنا يعني المواطنين يعني سالمين يطالبوا يعني في امور يعني جد يعني معقوله مادام هما راهم يطالبوا في ايصال المياه لصالح الشرب الاناره زائد المسالك ضف الى ذلك فيه مطالب في اطار تهيئه البناء الريفي المجمع ان شاء الله يعني على اقدر التقدير شهرين يعني كل جاهز اذا راح تكون فرصه اخرى ان شاء الله باش يعني نخرج في شهر اوت لنطلع على مدى يعني تنفيذ كل هذه البرامج.